محمد دياب حكم القناع اللي اخترته لنفسك في أول الحلقة، فاكره؟ اه. أني قناع؟ المبتسم. المبتسم. أنا كنت المبتسم والصامت الاتنين. أيوة بالظبط، كنت بين الاتنين بس أنت اخترت المبتسم. قناعك المبتسم سايب لك سؤال على كارت، اقرأ بينك وبين نفسك وقول لي حابب تجاوب السؤال ولا ترضى بحكم تاني للقناع. طيب، هو السؤال ده عن فيلم أميرة، خليه الزمن هو اللي يرد عليه. يعني ده سؤال الزمن هو اللي هيجاوب عليه. 100%. ودايما احلى حاجه في شغلانتنا كلام الكتير قيمته قليله. طيب، ترضى بحكم تاني للقناع؟ اي حاجه. خطيئه ارتكبتها في حق شخص وما قلتهاش، ما اعترفتش بيها. اه. انا طيب. عارفه ان انت عندك من ده كتير. عندي من ده كتير وانا بحب ال متاكده. اه، اعتقد ان انا نفسي في يوم داليا البحيري. داليا البحيري انا يعتبر غلطت في حقها، مش هقول في ايه، في حاجه مش غلطت في حقها، في حاجه وحشه، بس انا أيوة. في الشغل مره في الشغل ما اتصرفتش بالطريقه البروفيشنال اللي الطريقه المفروض كنت اشتغل، وناوي ان انا في يوم من الايام اعوضها. ناوي تعوضها؟ اه، ناوي اعوضها، لان هي فنانه كبيره جدا وانا احب اتمنى ان انا اشتغل معاها تاني. اوكي، واحنا نتمنى ان هي تسامحك. اه لازم. بعد ما انت قلت كده، وباذن الله تعوضها ان شاء الله. محمد دياب، شكرا على وجودك معايا، يا رب باذن الله مزيد من العالميه، مزيد من النجاح في كل حته سواء هنا او بره. شكرا جزيلا. شكرا على وجودك معايا. شكرا لي. كلنا خطاؤون فلتسقط الاقنعة. تحيه مني منى عبد الوهاب. اشترك في الباقات الشهريه والسنويه باعلانات وبدون اعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنويه.